هذا الإنسان الياباني القديم، بعدين شوي شوي بدأ يتطور، بدأ طوله هم يزيد، أنا بعد بالزمن تقدم، هذا تقريبا قبل مئات السنين. يعني وانا دا أصور المقطع مال هاتشيكو، راح أشوفكم يا هاتشيكو الأصلي، التقيت بشخص درة مال الله، العشرة وياه قبل كم يومين ثلاثة يجنن، شوفوا منو. قصتنا اليوم عن الوفاء في وسط العاصمة طوكيو ومقابل محطة شيبويا. بال 1934 تخيل الحكومة خلوا تمثال لكلب لأنه يرمز للوفاء، هذا الكلب اللي اسمه هاتشيكو. طبعا هاي المقطع أخذته قبل ما يرفعون الحظر فكان الناس قليلة. هذا الكلب انتظر صاحبه مقابل المحطة لمدة 9 سنوات وما يعرف أنه صاحبه توفى إلى أن مات هذا الكلب اللي اسمه هاتشيكو، ولهذا وضعوا له تمثال أمام المحطة. شو مكتوب هنا الصورة؟ يقول لك هاتشي الكلب انولد قبل 100 سنة بس روحه بعدها موجودة يمنا. شوف من كلب واحد سووا لهم معلم سياحي، تمثال وسياح يجون ياخذون صور ومتاحف. طبعا اي واحد يريد يلتقي بشوبايا بس يقول له يم التمثال مال كلب هاتشيكو، تجي تعرف المكان سهل وبنص محطة شيبويا. هذا انا طالع من محطة اوينو. محطة اوينو من المحطات اللي انصح واحد يجيها، انا هواي جاها هنا وعندي بيها ذكرى من صار اكبر زلزال باليابان بال 2011 كنت موجود هنا. المهم انا رايح هسه المتحف الوطني للطبيعة، هنا اكبر اقدم حديقة حيوانات باليابان اوينو، والسوق شعبي عم صور بها بوينو، مو بها متحف مال الفنون ومسرح. هذا المسرح عندي بيه ذكريات، كنت مرة دا هو كان عندنا عمل مع أوبرا إيطالية وبنفس اليوم احنا نسوي البروفا وصارت الزلزال والأوبرا كلهم انهزموا. شوف هذا المتحف، اعتقد هذا المتحف طبيعي. لا هنا في تماثيل، هنا هذا التماثيل، هذاك منو اللي قاعد يفكر. حلو هذا التمثال صراحة. هذا التمثال شو اسمه؟ اسمه ذا ثينكر، المفكر، مصنوع بال 1881، يعني قرن وشوية. وين صار المتحف؟ ما اعرف، رطوبة قابة. حيوان المتحف. زين الواحد منين يشتري التذكرة؟ الشخص الواحد، طبعا اللي يريد انجليزي او انجليزي، والشخص الواحد 630 ين، ونخلي الفلوس هنا. وهاي التذكرة وهاي باقي الفلوس. طبينا طبعا بما انها عطلة صيفية فاكيد ازدحام. هسه وين راح القى هذا هاتشيكو المحنط بهاي الهوسة؟ طبعا هواي بنايات ما اعرف هسه بيا بناية هو. بعد هسه انا واقف جوا شنو؟ با 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 ديناصور. يعني هذا حتى اذا راسه وقع علي انا ميت. وي 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 شو الحجم هذا؟ هذه حياة اليابانيين قبل آلاف السنين، بيوت من قصب وأعشاب وعايشين بس على صيد السمك. من كثر الازدحام طلعت بالدرج بس حتى وصل الطابق الثالث، أعتقد هاتشيكو بالطابق الثالث. حتى المصعد مليان، واحد ما يقدر يستعمل المصعد. مشيت من الجهة الخلفية. أوكي. شكلها منه. هذا الطابق الثالث يسموه Animal of the Earth. خلينا نشوف شايتهم هنا. والله طريقة عرض الحيوانات روعة، الإنارة رهيبة. جمجمة الإنسان الياباني بمرور الزمن كبر حجمها. شوف الحب، حتى اليابانيين كان عندهم حب قبل، حب مال مي. يا جماعة هذه مومياء يابانية، بس شنو مثل ما تشوفونه كعلامة ممنوع التصوير.
بس انا ايش راح اسوي؟ راح احاول اصورها بالختله. بس انا على اساس شنو ما دا اصور، منزل الكاميرا جوا، اريد بس القط لكم صورتها. هاي لاقيها عمرها تقريبا الاف سنين. لا وين خليها؟ خليها بمثل جره. طلعت انا ادور بالمكان الغلط، المفروض اجي لهذا القسم، قسم الاثار اليابانيه، كل عبالك جامع. اخيرا وصلنا الى الان اللي على مود جايه، الكلب هاتشيكو. هذا اكو هذا هو هاتشيكو الاصلي المحنطيه اللي مات سنه 1935. هذه انواع نادره من الكلاب اليابانيه. انا عبالي صغير طلعت كبير. هذا رمز الوفاء باليابان. شوف حتى هاي قاعد راح تنعي عالية. هذا فيتفل هاتشي. هي انا هاي قاعد تسلمها تقول لها ايش قد عمره؟ تقول لها عمره 11 سنة من مات هذا الكلب. مليان مليان المتحف، تهم تدورون المتاحف لو ما تحبون هاي السوالف. طلعنا من المتحف وبوجهك تشوف هذا الحوت، الحوت الازرق. خير قلبك حبيبي والله تجل. شنو العشرة ويا هذا الولد؟ والله العظيم انت ما قصرت. قلبه طيب وتمشي وياه تنسى الدنيا ما بيها. حبيبي حبيبي والله كل شيء. والله سوالفك ما تنمل. حبيبي حبيبي. بحيث ضحكني انا ايش قد اكو مقاطع مصورها باليابان، هو راح صور مقاطع بنفس المكان كانما انا اول مره اشوف هذا المقطع، بحيث موتني ضحك. يعني هذا مطعم الروبوتات انا مصوره من زمان، بس من راح لورنس فيلم ثاني. حبيبي هذا لورنس روعه. شكرا حبيبي نورتنا وننتظرك باليابان حبيبي. ان شاء الله والله ارجع. تجينا بالشتاء وتجينا بالربيع. اكيد اكيد حياتي العشق. سلامي حبيبي. حبيبي توصل بالسلامه ان شاء الله وين ما كان. الله يسلمك حبيبي. يلا تحياتي، ابقوا ويانا بفلوقات من مكان ثاني من يوكوهاما وطوكيو. مع السلامه. سوينا راح شوفوا كميه الناس اللي واقفه تاخذ صوره على التمثال مال هاتشيكو. هذا قبل كورونا كان ما حد يجي هنا. فارغ هذا التمثال مالته اللي كان واقف قدام محطه شبويا، واللي صورت لكم اياه بالمتحف هو النسخه الاصليه، مو النسخه، هو الكلب هاتشيكو المحنط. ايوه هذا هو التمثال مالته مقابل محطه شبويات.